النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم من نشرة الأحوال الجوية. نهار هذا اليوم استقرت نوعا ما الأجواء بالمقارنة عن أيام الماضية، بالرغم من ذلك تعرضت بحمد الله بعض المناطق الجنوبية والشرقية لبعض من الزخات الرعدية من الأمطار، بما في ذلك مناطق البادية الشرقية وتحديدا منطقة رويشد وبعض أجزاء مناطق البادية الجنوبية الشرقية من المملكة. صور الأقمار الصناعية الأخيرة كما تلاحظون تشير تقريبا إلى تناقص كميات السحب والغيوم في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، في حين على الجانب الآخر نلاحظ بدء تقدم حزم من السحب والغيوم في ارتفاعات مختلفة قادمة من أواسط القارة الأوروبية باتجاه المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وذلك ناتج عن اقتراب لمنخفض جوي. خرائط الضغط الجوي تشير هذه الخرائط إلى أن المملكة كانت تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض البحر الأحمر، والذي عمل على وجود بعض الأحوال الجوية غير المستقرة وهطولات لبعض الزخات المحلية من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة، في حين من المتوقع بمشيئة الله تعالى حسب ذات الخرائط تشير إلى تقدم منخفض جوي. هذا المنخفض الجوي من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يتحرك من أواسط تركيا باتجاه جزيرة قبرص يوم غد. هذا المنخفض الجوي هو منخفض في طبقات الجو كافة، وهو مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة. هذا منخفض مصنف من الدرجة الثانية، ومن المتوقع أن يبدأ بالتأثير على المناطق الشمالية من المملكة اعتبارا من ساعات نهار يوم الأربعاء، ويتعمق تأثير هذا المنخفض الجوي ليلة الأربعاء على الخميس، وتعبر المملكة جبهة هوائية تجلب معها هطولات مطرية وافية في مناطق مختلفة من المملكة بمشيئة الله تعالى. يوم الخميس يتحرك هذا المنخفض الجوي إلى الأراضي السورية ويتمركز هناك، وتبقى المملكة تحت تأثير هذا المنخفض الجوي الذي يعود وأذكر بأنه مصنف من الدرجة الثانية، تلك الدرجة التي تعتبر الدرجة الاعتيادية. من المتوقع أن تشمل الأمطار مناطق واسعة أيضا المملكة يوم الخميس، ويتحرك هذا المنخفض الجوي مبتعدا عن المنطقة اعتبارا من ساعات ليلة الخميس على الجمعة، وبالتالي يتراجع تأثير هذا المنخفض الجوي ليلة الخميس على الجمعة. يوم الجمعة خرائط الضغط الجوي تشير إلى امتداد جديد لمنخفض البحر الأحمر، وبالتالي ربما عودة الأجواء غير المستقرة من جديد على شكل يعني زخات عشوائية من الأمطار. نعود وأذكر الفرق ما بين حالات عدم الاستقرار الجوي ومنخفضات الجوية. حالات عدم الاستقرار الجوي هي مترافقة مع هطول لزخات محلية من الأمطار عشوائية الطابع غير منتظمة تكون في أماكن مختلفة، في حين أن المنخفضات الجوية هي أنظمة جوية نظامية منتظمة تتحرك مع حزم من السحب والغيوم من مناطق أكثر بعدا وتشمل مناطق مختلفة من المملكة وبالتدريج، وهذا ما سنشهده بمشيئة الله تعالى. بأن تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي المتوقع أن يبدأ اعتبارا من ساعات نهار يوم غد في المناطق الشمالية من المملكة. نستعرض معكم خرائط توقعات الهطولات المطرية التي تشير إلى وجود مع ساعات صباح يوم غد الأربعاء كميات من الأمطار على المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، التي ستبدأ بمشيئة الله تعالى بالاقتراب نحو المملكة وتؤدي إلى هطول الأمطار كما نلاحظ في المنطقة الشمالية من المملكة على وجه التحديد. هذه الأمطار من المتوقع أن تمتد مع ساعات ليلة الأربعاء على الخميس بمشيئة الله تعالى إثر عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة المناطق الوسطى، عبور جبهة هوائية على المناطق الوسطى من المملكة، وتؤدي إلى هطول أمطار في أجزاء مختلفة من المناطق الوسطى وصول حتى بعض المناطق الجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى، وتبقى الفرصة مهيئة لبعض الزخات من الأمطار أيضا نهار يوم الجمعة في بعض الأنحاء. عودة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان، الأجواء ستكون بوجه عام يعني باردة نسبيا في بعض المناطق مائلة للبرودة في مناطق أقل ارتفاع مثل مناطق الشفا غورية، تظهر كميات من السحب والغيوم، هناك فرصة ضعيفة ما زالت قائمة لأن تهطل بعض الزخات المحلية الرعدية من الأمطار في بعض المناطق. هذه الفرصة هي ضعيفة عموما لكنها موجودة، وتكون الفرصة وتكون في الأمطار إذا حدثت على شكل زخات في مناطق
عشوائية وتكون حتى في نطاقات جغرافية ضيقة. درجة الحرارة الصغرى هذه هي 13 درجة مئوية والرطوبة ترتفع 98%، مما يسمح ويتيح المجال لتشكل الضباب في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية ومناطق الأودية، بما في ذلك منطقة مطار الملك علياء الدولي، وبالتالي ينصح الانتباه أثناء المسير على الطرقات في تلك المناطق بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية. نهار يوم غد الأربعاء يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وهو انخفاض ملموس، يتوقع أن تصبح درجات حرارة غدا أقل من معدلات لمثل هذا الوقت من العام تقريبا ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية. الطقس سيكون خريفي لطيف الحرارة، لكنه يميل للبرودة تدريجيا مع ساعات النهار، وتكون الفرصة مهيئة لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى على شكل زخات رعدية في المناطق الشمالية من المملكة. أما مع ساعات المساء والليل يتوقع أن تمتد وتعبر المملكة جبهة هوائية تعمل على تحول الطقس، يصبح باردا نسبيا وغالبا غائم وماطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتمتد مع ساعات فجر يوم الخميس إلى المناطق الشرقية وأجزاء أيضا من المناطق الجنوبية من المملكة. هذه الأمطار مع ساعات ليلة الخميس للأربعاء على الخميس ربما تكون غزيرة في بعض الأحيان وتكون مترافقة مع حدوث للرعد أحيانا في بعض المناطق. نستعرض الآن معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم غد الأربعاء، والصغرى ليلة الأربعاء الخميس نبدأها شمالا من إربد، تكون العظمى غدا 21، الصغرى 16 درجة مئوية، في جرش 21 إلى 16، في عجلون من 17 إلى 14 درجة مئوية، وفي المفرق من 22 إلى 14 مع فرص لأمطار بمشيئة الله تعالى خلال ساعات نهار يوم غد. المناطق الوسطى 18 إلى 14 في العاصمة عمان أجواء غائمة جزئيا، هناك فرصة موجودة للأمطار ولكن أقل مما عليه الحال في المنطقة الشمالية. في الزرقاء من 23 إلى 16، في السلط من 19 إلى 16، في مأدبة من 20 إلى 14، وفي البحر الميت من 26 إلى 22 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة في معان 20 إلى 11، في جبال الشراء من 18 إلى 12، في الطفيلة من 18 إلى 14، وفي الكرك من 17 إلى 12، في خليج العقبة من 26 درجة مئوية العظمى غدا والصغرى ليلة الأربعاء الخميس حوالي 19 درجة مئوية، مع انخفاض كبير في فرص هطول الأمطار في المنطقة الجنوبية خلال ساعات نهار يوم غدا، على أن تمتد هذه الأمطار ليلة الأربعاء الخميس إلى بعض الأجزاء في المناطق الجنوبية من المملكة. انتقالنا إلى المناطق الشرقية، في الوجد من 24 إلى 13، في الصفاوي من 22 إلى 13، وفي الأزرق من 24 إلى 15 درجة مئوية، مع توقعات بامتداد الأمطار فجر يوم الخميس إلى هذه المناطق أيضا. قبل الختام ننتقل للتعرف على الأحوال الجوية المتوقعة خلال ما تبقى من هذا الأسبوع وعطلة نهاية هذا الأسبوع. يوم الخميس أجواء شتوية وأقرب منها إلى الخريفية، منها إلى الشتوية، أجواء شتوية 14 إلى 11 مع أمطار بمشيئة الله تعالى في مناطق عدة من المملكة. يوم الجمعة من 15 إلى 12 مع حالة من عدم الاستقرار الجوي تعود من جديد، وتكون هناك فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار. ارتفاع واستقرار درجات الحرارة متوقع يوم السبت، تصل درجة الحرارة إلى 18 درجة مئوية نهارا والصغرى 13، والأجواء غائمة جزئيا بوجه عام. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى اللحظة. دائما تابعونا عبر موقع طقس العرب arabiaweather.com ومتابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنكم أيضا تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.